مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا في فيديو جديد ومهم جدا من فيديوهات اللغه الالمانيه. ان شاء الله النهارده نشرح فيديو في الاوفزاتس او المقالي او الايميل للصف الثالث الثانوي. اتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم وكله يتابعوا ويتابعوا للنهايه عشان فيه معلومات مهمه جدا. شرح الاوفزاتس باختصار او الايميل بيطلب منك 5 جمل من 25 ل 30 كلمه. العناصر المتاحه معايا هم 3. العناصر دي بتبقى اقل من جمل، فبضطر ان انا اضيف فكره من عندي او كتابة اكتر من جمله على نفس العنصر واضيف عنوان الموضوع. ويلا بينا نشوف الموضوع بيجي ازاي. زي ما حضراتكم شايفين هنا اهو، ده شكل الايميل، اسمك نهى وعندك ونجحتي في الامتحان بروفونجين بيشتاندن ومقطع اين جريل فيست وبتعملي حفله شوا، اعزمي صديقك او صديقتك هنا. وبعض الكلمات اللي محتاجينها تكتبها هي كلمة بروفنجين يعني امتحان، ماخن يعني يفعل، بيشايت قرار، بروين يسعد، شوني جميل، سايت يعني وقت، ليبي هنا، عزيزتي هنا، إشهابي دي بروفنجين بيشتاندي، نجحت في الامتحان، دي بارتي إيست تسو هاوسي، الحفلة في البيت، إم جارتن في الحديقة، دي بارتي إيست أم فغايتك، تبقى يوم الجمعة، أم دغاي أوغ، ايش لادي ديش بعزمك اين ايش فراي مش اوف ديش، انا حابه فرحانه بيكي، فير ايسن اون ذا ترينكين فير، هناكل ونشرب، فير برينجن شون سايت، هنقضي وقت لطيف. ده كده بالنسبه للايميل الاولاني المتوقع يجي في الامتحان. الايميل الثاني، انت اسمك احمد وبتكتب ايميل لصديقك هاني عن رحله الاسكندريه، اهم الكلمات هنا زومر الصيف، فاميليا عيله، فاغي اني سافر، اين فوخ يعني اسبوع، شون يعني جميل، ليبي هاني، اهلا يا هاني او عزيزي هاني، ليبر ايش ماخي اين با رايزي، انا بعمل حفله هي رحله ناخ الكسندريا الاسكندريه، ايش ماخي زي ام زومر، هعملها في الصيف، ايش فاري ام زومر، هسافر في الصيف، ميت ماينر فاميليا مع عيلتي، فير فاغين ميت ديم اوتو، احنا هنسافر بالعربيه، فير بلايبن دورت، هنقعد هناك، اين فوخي اسبوع، دا زوت الاستيشون جميل، ايش كاوفي اين هيمد، هنشتري قميص اوس الكسندريا من اسكندريه. ده من المواضيع برضو اللي ممكن تيجي. الموضوع التالت اللي معانا هنا هو اسمك دينا، اكتبي لصديقتك ايميل عن الفوخن اندي او نهايه الاسبوع او اليوم اللي انت بتقضيه في نهايه الاسبوع. هالو ايش اشتهي ام فوخن اندي ام اخت اوغ اوف ماين فوخن اندي است ام فرايتاج ايش فروشتوك ام 9 اوغ ايش جيهي تسوم ماينين جروس التغن ام 14 اوغ zu Mittag ich esse um 16 Uhr am Abend höre ich Musik. بعد كده عندي Aufsatz im Kaufhaus في المتجر Hemden Erdschuss وشتاهن. heute gibt es Sonderangebote, النهارده في اوكازيون او تخفيضات. deshalb لذلك gehe ich einkaufen, رايح اتسوق. ich kaufe Hemden und Hosen, هشتري قمصان وبنطلونات. herein Kleidung gesehen die im Erd Geschoss, يعني في الطبق الاسفل. die Jeans Hosen stehen mir sehr, بتناسبني جدا. die Preisen sind billig, الاسعار رخيصه، nicht teuer, مش غاليه. mein Bruder war krank, يعني اخويا كان تعبان. gestern starke zum Arzt Medizin gesund, المعاني أمس قوي إلى الطبيب الدواء صحي. mein Bruder war gestern krank, er hatte starke Kopfschmerzen, er ist zum Arzt gegangen. der Arzt طبيب hat ihn untersucht. Der Arzt sagt, بيقول, er soll 3 Tage zu Hause bleiben, er soll Medizin nehmen, ياخد دواء. nach 3 Tage wird er gesund, هيكون هو صحي، صحة كويسة. mein Handy ist kaputt, تليفوني عطلان. هنقول هنا mein Handy funktioniert nicht gut, ich habe es zum Techniker gebracht, die Reparatur dauert eine Woche, sie kostet 200 Pfund. Am Montag hole ich mein Handy ab.